واش نتوما جهه رسميه غير هنا؟ هذه ساحه عموميه ديال المغاربه كاملين، ما يمكنش انت غتقسم هنا واحد الفرق غادي يشد يقسم هنا واحد. سيدنا الله ينصرك ملك الفقراء القدسوية الفقراء حنايا عاش الملك. عيش هذا الجنحيل وكيف تعيش يا مسكين، كيف تعيش يا مسكين المعيشة دارت جنحيل، المعيشة دارت جنحيل على الجينة وحتى الجينة، على الجينة وحتى الجينة المعيشة غالية علينا، المعيشة غالية علينا على الجينة وحتى الجينة والفساد عطى الريحة وباش حنا مواطنين، باش حنا مواطنين ولا حقوق لا قوانين، ولا حقوق لا قوانين وباش حنا الناس كيفاش كتعيش ويخرج سري بان الناس كما راقيه ما تاكل، الشباب كتضيع، الشباب شادين شواهد عليا ولكن ما كاين لا خدمه لا والو، وباغيين يزيدوا 65 سنه في التقاعد، لا ما باغيش 65، خرجوا الناس ديال 63 كما طبقت الحكومه السابقه ودخلوا الشباب تخدم، والصنادق يبغوا يعمروهم بالناس ديال البرلمان، يعمروا الصناديق وكلشي غيستافد ويجبدوا الخيرات ديال البلاد حيت كاين بلادنا في كل خيرات. فوطينا على الحمامه، فوطينا على الاحرار، كلشي الجل حنايا فوطينا على الاحرار، ما كنشوشو ما والو، وعاش الملك وملكنا تاج فوق راسنا. انا صوت على حزب ديال الاحرار وعداد ديال الناس كلشي، قلنا العداله والتنميه ما دارت والو، ولكن هذه بالدقه والحين ارتفاع الاسعار، ولكن حنا راه ما غاديش نقارنوا راسنا مع دول اوروبيه. هاد اللي كتسمر اسعار مهوله اخويا، اللهم هذا منكر، راه بزاف الدجاج السمك زايد، ولا وراه كتشوف تبارك الله عندنا البحر الابيض المتوسط المحيط الاطلسي، راه الحوت كعندنا في البلاد وكتشوف ارتفاع ديال الاسعار، اللهم هذا منكر، اللهم هذا منكر، حسبي الله ونعم الوكيل. يا اخي النوش هذا اللي كيواجد هذا الامر هذا محشوماش، بنادم راه ما لاقي ما ياكل والله. الفقير كيشوف فيسبوك كيقول حسبي الله ونعم الوكيل، هادشي اللي كيقول. شوفوا الاخرين، شوفوا اللي عندهم، ما فهمنا والو حنايا، والله ما فهمنا شي حاجه، زيد في الماء، زيد في الدقيق، زيد في بنادم قصد ما يحرق كلشي. سول شي مسؤول، سول شي دري صغير او سول الدري هذا، قول له واش باغي تحرق، كلشي غيقول لك غنحرق. هادشي اللي عينا والله لا عينا بالله، والدينا والقلم والدك تكاعيهم حشومه. سيدنا الله يرحم لك الوالدين، ما انت اللي تحكم بهذا الشيء هذا، مابقاش تعطيهم كلمه، انت اللي بغيناك تحكم في هذا الشيء. الله يرحم لك الوالدين، الله يجازيك بخير، وديما مغرب وديما وداد. اجتماعيه لمدينه الدار البيضاء تقف اليوم بساحه الحمام مندده بالغلاء الاسعار الجاري في البلد. لا شك انكم تلاحظون ارتفاع ثمن المحروقات، ارتفاع مختلف السلع ومختلف الخضروات، نظرا لارتفاع ثمن النقل
وغيرها من التدخلات التي تتم. لا يمكن تبرير كل ذلك بما قالته الحكومة في تصريحاتها الأخيرة، ولا بالحرب الجارية ولا بالارتفاع الأسعار العالمية. لا بد من اتخاذ إجراءات عاجلة وفورية لإيقاف رفع الأسعار وتسقيف بعض السلع من أجل أن ينال المواطن وأن يعيش عيشة كريمة، خاصة ونحن مقبلون على شهر رمضان الكريم. عمل وقفة ديال اليوم هي كتنظم الجبهة الاجتماعية المغربية هنا في الدار البيضاء وفي أزيد من 40 مدينة على في ربوع الوطن. دونك جات كرد فعل طبيعي للغلاء ديال مجموعة من الأسعار ديال المواد الأساسية. دونك جميع المواد الأساسية ارتفعت الأسعار ديالها ونتيجة ديال ارتفاع المحروقات وكذلك التقلبات اللي كيعرفها السوق العالمي. ولكن حنا اللي كنطالبوا به هو أن الدولة ديالنا خاصة تدعم دير ترفع الميزانية ديال صندوق المقاصة وتدعم المواد الأساسية. المحروقات خاص يكون تسقيف ديال الأسعار ديالها، خاصة الدولة تعاود النظر في هذا الأمر هذا، لأن لا يعقل أن السعر ديال البترول غير تافه وحنا المواد الأساسية كلها نشريوها غالية، أو الحرب اللي كاينة الآن في أوكرانيا غتأثر. لا، خص الدولة تكون كتدخل ودير واحد الميزانية، واحد الميزانية ضخمة لصندوق المقاصة اللي يخلي دائما المواطن البسيط المواد الأساسية تكون مدعمة. دونك الوقفة ديالنا اليوم كتجي في هذا الإطار. دونك هذه كلها أمور مطالب اللي ربما الآن كنرفعوها وكنددوا بها، كنطلبوا تخصيص واحد العدد ديال مناصب الشغل اللي تخلي فرص الشغل للشباب، كذلك استثمارات الدولة تستمر تخصص استثمارات مهمة في هذا الاتجاه، يعني من أجل ضمان القدرة الشرائية للمواطنين. وشكرا لك. علي كمال، علي كمال، لا حكومة لا برنامج. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارطاجيو المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.